كفاية مظاهر، ده عنوان فقرتنا النهاردة. يا رب تسمح لي اتكلم معاك شوية في حاجات محيراني. دايما اعرف عنك الحنية وطيبة القلب والتسامح والحكمة، بس في مواقف خلتني استعجب جدا واستغرب ليه عملت كده. ليه يا رب لعنت التينة لما ملقتش فيها ثمر، رغم انك عارف ان ده مش اوانها؟ اكيد كنت بتحب التينة دي جدا لانها صنع ايدك، واكيد كان نفسك انها تثمر مش تيبس. ايوه تقريبا فهمتك يا رب، انت اكيد كنت عارف ان التينة دي من نوع اللي بيطلع ثمر قبل اوانه، علشان كده كانت مورقة. بس للأسف ما كانش فيها ثمر، وده مش من الطبيعي انها تورق وما تثمرش. صبرة التين دي يمكن تكون انا، شكلي من بره مورق وجميل والكل بيتخدع فيا اني ممكن اكون مثمر، لكن لما انت تيجي تدور جوايا بتلاقيني فاضي، ما عنديش غير بس شوية ورق شكل حلو. دايما يا رب بتبقى جعان لحب ليك، وشكلي من بره يقول اني فعلا بحبك، يقول اني فخور اني ابنك، لكن لما تيجي تدور جوه قلبي على الحب ده مش بتلاقي غير شوية كراكيب، ما بتلاقيش مكان ليه مع انه اصلا بتاعك. ويبقى هين عليك تطرد الكراكيب دي علشان تبقى انت الوحيد اللي في قلبي، وتديني الحب الحقيقي اللي اقدر احبك بيه حب مثمر. ايوه فهمت، كراكيب، علشان كده طردت كل الباعه والكراكيب اللي كانوا في الهيكل في بيتك. انت ما كنتش بتقطع رزقهم ولا بتقسى عليهم، انت كنت بتعلمهم ازاي يحترموا بيتك، وتعلمهم ازاي يقتلوا المظاهر اللي فيهم بدل ما يقولوا ان هم رايحين يصلوا وهم في الاصل عاملين فوق. زي كده رايح ليه على الكنيسة وفاكر نفسي احسن من غيري بكتير، لكن الحقيقة اني شكلي بس. يمكن هدفي وانا رايح الكنيسة يبقى ناس او تعود او تسلية، ونسيت ان ده بيتك انت. طهر يا رب قلبي زي ما طهرت الهيكل، وجدده وخليه مليان بيك. اصل ما ينفعش مبنى يتبني على انقاض مبنى تاني، لازم تتنضف الانقاض دي الاول ويتأسس ويطلع مبنى جديد متين. شكرا يا رب انك قعدت معايا وسمعتني وفهمتني، ما تحرمنيش ابدا من القعدة معاك.